أيها المسلمون، أيها اللبنانيون، نحن مدعوون وبمقتضى أخلاق الإيمان وأخلاق المسؤولية لنكون في أعلى درجات المسؤولية عن النفس وعن الغير في ظروف الأزمات بالذات، لأن ظروف التأزم والتوتر هي التي تهون فيها على الناس الحياة والكرامات والأديان والممتلكات، وإذا هانت الضروريات أو ضاعت سقط نظام العيش وسقطت الأنظمة الوطنية والإنسانية. أيها المسلمون، أيها اللبنانيون، إن رسالة رمضان ورسالة الدين كله والعقل كله والرشد كله هي رسالة مسؤولية، وعلى أساس منها لا يتحدد إيمان الإنسان فقط، بل وتتحدد إنسانيته، ولذلك يكون علينا باعتبار إيماننا وباعتبار وطنيتنا وباعتبار إنسانيتنا أن نراجع أنفسنا وعقولنا وضمائرنا لكي نستطيع صون نظام عيشنا المشترك ونظامنا السياسي، وقبل ذلك وبعده نظام وجودنا وإنسانيتنا. تتوالى السنوات والأزمة الطاحنة تحوط العرب في الدم والأرض والكرامة والحق في الحياة والحرية، وأن يكون لك وطن ومنزل وولد آمن وبنت تذهب إلى المدرسة. ما عادت حالتنا تطاق، لا من أنفسنا ولا في عيون العالم. وعندما أسمع ما يقوله البعض عن اللاجئين السوريين والفلسطينيين يتملكني الإحساس بأن إنسانيتنا كادت أن تكون ناقصة، وكذلك قدرتنا على التقدير والتدبير. لقد كان الحديث كله وكذلك رسالة رمضان عن العقل والأخلاق والمسؤولية، ونحن في النهاية عبيد ضعفاء، وقد قال الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا، لكن الله سبحانه وتعالى قال أيضا إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اللهم إننا ندعوك سبحانك في مطلع شهر رمضان المبارك، شهر استجابة الدعاء، أن تجبر ضعفنا وترحم أطفالنا من أهوال الفتن والحروب، وأن ترزق أوطاننا السلم والأمن والأمان، وأن تخرجنا من هذه المحنة المستعصية، وأن تهب وطننا السكينة والطمأنينة، إنك يا رب العالمين حكيم قدير.